ما رح تضحك علي. بطارية سيارتي خلصت. حياتي كتير بخطر. هاي جايز واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. تكون كتير صريحة معكم، ما بعرف شو راح يكون هيدا الفلوج، راح اخدكم معي whatever we do. اللي بعرفه هلا انه رايحة مع داد نلعب تنس، الي بركة شي 5-10 سنين بركة مش لعبة تنس، so لنشوف how it's gonna be. ما عم روح الجيم، فقلت عبالي احرك جسمي بشي طريقة، فسألت داد اذا بيروح تنس، وقال ايه كان عبالي يروح لانه هو كمان له فترة مش رايح. so it's a date انا وداد، رح اخدكم معي بس ما رح تضحكوا علي لانه بعرف انه ما حكون شاطره. اوكي مش عرقانه هيك بحياتي. شوفوا ايديا، شوفوا ثيابي. Going home to shower. تحولت. It's dinner time. أنا وباسم ورايحين مع ناس كتير بتحبون. أنا حدا كتير بتحبوه. اللي هي نانسي غميد. In case ما بتعرفوها, she's تيك توك famous. So رايحين نتعشى بنيو برمانة. See you there. Let's go. Let's go. See you there. Okay. So guys, نحن بنيو برمانة. بس رح عملكم مونتاج لأنه كتير صوت عالي. Good morning. اليوم أنا وباسم عنا غدا بأرطبة عند رفيقه. So عنا شي ساعة ونص طريق. So I got my glow coffee لأنه بعد ما شربت قهوتي. It's my favorite coffee. فقلت إنه عنا ساعة ونص طريق. I wanna enjoy my time. So we have coffee. لبسة دنم. On denim. مع silver details. هيدا الساك تبعي. وهولي necklace, ring. Yeah. كل ما بدي اسوي لكم خليه يطفي الايسي فبيدوب بالسياره. لازم وصلنا، ما فيني اخبركم قد الحراره. فرن ظهرنا من السياره فرن تنشوف قد الحراره مبينه هون 35. هلا اكيد اللي بدبي وهيك والسعوديه كل عم يقولوا 35 is fine. للبنان it's not fine. جايز وصلنا، هيدا اللانش فايبس. وصلنا اخر ناس. اوكي شوفوا كل الناس، نحن هلا وصلنا. هيدا صحنه اخذ شاورما دجاج، بطاطا، ورق عنب، سمبوسه، هيدا باسم. عيد حدا صراحة ما بعرف مين. بس عم نغني هابي بيرثداي. بدي بس اقول ميرسي لباسم علنا. ديديكيشن. إذا صور معي ريل صراحة بركي أضحك ريل صورته بحياتي. ضروري تشوفوا تحضروه كثير بضحك. ومعطوب بإجره وخليته يصورها. ديديكيشن ميرسي جوزي. What do you want to tell them? How was your day? What you gonna do with all that junk? Okay, bye. صارت الساعة 8 ونص. جينا سوشي ستار انا وباسم رفينا ناكل سوشي كثير رانيه. قولوا لي شو اقصى محل سوشي عندكم بلبنان؟ انا لهلا سوشي ستار لانه بحب انه كريمين بالفيش مش انه بتاكله بس للسويا. Good morning. انا بسيارة امي اليوم لانه بطارية سيارتي خلصت، لازم جيب بطارية جديدة للسيارة. So anyway ما بعرف اذا كان عبالي احضروا هالموفي او لا، بس رايحين انا وباسم نحضر اوبنهايمر بالسينما. بس انا لابسه بينك لانه باربي. باربي مش نازل بلبنان. وكمان اليوم جوي رجعه من السفر، كانت بكندا وامريكا. ومين جاي مع اختي الثانيه اللي عندها اولاد، كانت عايشه بكندا واليوم رجعه. لايك اكشلي رجعه فوريفر. سو يعني انا بخلص الموفي اللي هو 3 ساعات، رح احضر موفي 3 ساعات بالسينما وبتكون وصلت اختي اخواتي. Let's go. تنشوف اذا اوبنهايمر حلو. Actually عم بيقولوا كتير حلو بس انه مش كتير بحس تيلي. بس يلا it's okay. Before watching اوبنهايمر قديه شو؟ قديه رح تحط له انت بتقول؟ انا 7. عم تقعد كتير ما فيك. بلا 7. انا بقول 8. اوكي خلص الموفي، شو رايك؟ انا بلاقيه كتير حلو. ايه وما خرج اي ماكس صراحه. قديه بتعطي هلا؟ بزيد له هاف بوينت 8.5. اوكي انا بزيد له كمان، انا بزيده لل 8. اتس ريلي جود ستوري تيلينج. بس بي تي اس دي بس صار في هيدا. I'm back home. ناطرة جوي توصل على البيت، انه اوريدي مشيت من المطار وجاي على البيت وبدي اسوي رياكشن موكا وبامبي بس يشوفوها لان اكيد اشتاقولها كثير. اوكي جوي وصلت، هلا رح ادق على البيت. وين بتصوروني انا؟ او ماي جاد ليه ما مسكرهم هيك؟
Good morning. ما بعرف ليش شغلي بعده مشاري وبطلنا مورنينج صارت ساعة 4:30 بعد الظهر. جوي فتحت شنطتها هلا بدها تعطينا كادوياتنا. ها أحلى شيء بس إخواتنا يسافروا الكادويات. سكر عيونة. إيه. ليون. يا. Oh my god. بتعرفي شو قلت بركي بس قلت no way. No way تفكر فيها. إذا بعد ما عرفتوا أنا رايحة صدجي أحضرها بالكونسرت. هيا شهر. جولاي. Next. هي أنا طلبتها. روت. تبع هيلي بيبر بس the whole kit. جيت مع صورة هيلي جبتها معي قد ما حلو. كمان جبت لي هول قصص أنا طلبتهم. لورا مرسيال ترانسلوسنت باودر. أولسو الجيزو الليب أويل. بتعرفون قد بحب جيزو بس الليب أويل ما كان عندي منه. وكمان جبت لي ليب أويل تبع رير بيوتي تبع سيلينا جوميز. هوب. الشيد هوب. في الالف برايمر. نغم قلت لي إنه it's as good as the milk one اللي هو سوبر مشهور. جبت 2 وكمان البراو جل تبع الف لان انا اللي بحطه صابون وعم ينزعلي حواجبي سو بفضل حط جل. جبت لكم هيدا كمان. صار عندي كثير اشياء وهيدا كمان صار عندي كثير غراض جديد. ثانكس جوي. صارت الساعه 8 الساعه 9 رايحين انا ودعد نلعب تنس لان قد ما شو قررنا انه نروح بالليل. بدك نهار بس عملت تنس عضلت عشان 3 ايام هالقد كان لي وقت هيك مش هزة ماي بودي. عم فكر البس هيدا ما بعرف اذا رح يفوت فيه. Look how tiny it is. لبسنا من تحت. The quality of this amazing. لك كيف بيعمل الجسد. Okay here it is. لبسته. I love it صراحة. كتير هيك هيدا من ريفولف من كاميلا كويلو الكولكشن تبعها. رح احط لكم اللينك بالديسكربشن اذا بدكم. I love it. Quality is amazing. وصلنا الطقس هداك النهار كان خطيس نو واي. هلا الطقس بعقد. ان شاء الله اليوم اعمل احسن من هيديك المرة لان هيديك المرة كان في طابات ما عم صيبهم حتى. هيك يقطعون حدا. ووب. هنشوف. بالاول. خلصنا. I think أنا معطوبة هون. كتير مضايقة بعرج يعني. بس اتليست حركنا. بعد بدي كتير لصير بليفل داد. اوكي هلا نحن سايقين رايحين نحضر كوميدي. قبل شي قبل اقول لهم شي. لا 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 ما فيك تقول شي. قبل انا بخلص. لا شي ما خصو فيه. انا بخلص. بقول لكم انه اول مرة بحياتي بروح بحضر ستاند اب كوميدي. ما بعرف اذا رح اضحك او لا. بعد ما وصلنا عم تضحكي. لا عم بضحك على حالي مش عارف. طيب خليني اخبركم انه انا هلا احس انه حياتي كثير بخطر لانه جوا ما بتخلي حدا يمرق بس لانه معي حق. ولحظه وعندها شغله لازم اخبركم اياها. كل ما بتكون تفرق على الشمال وبكون في سياره حدا سياره لحدا بتفرق بالاول دائما عندها اياها بقول لها مش معقول ما لازم بقى تعمليها بتفرق بخيال السياره يعني اذا جاي سياره من هنيك بتقشها. المشي قاعد بالعجقه اوكي يعني اذا هو قطع رح يوقف بنص الطريق وانا ما رح يكون فيني اقطع. انطرني اقطع ورجع انت عمل عجقه. ايه انكسرت هيك قدامه وطلعتك جقرته. ايه معي حق معي حق كمان 100% I would do it again. Good morning. ما عطيتكم الكوميدي نايت ابديت. I really liked it. كان كثير حلو صراحه. كنت رايحه ب no expectation انه اضحك بعدين صرت معدله من هون هالضحك. حضرنا زلمه اسمه عماد كعده. في واحد تاني اسمه محمد بعلبكي I think كمان كان هوست وكان كتير شاطر. anyway لازم اروح اعمل ضفيره. كل مره بفرجيكم ضفيره بيكون شكله نفس الشيء زيت اللون زيت الشيء بس طولانين سو انه صار لازم انه شوي اقصرهم وانه اظبطهم. let's go. شباب ما هذا كان عندي تصوير اضطريت شيل الحلق تبعي وما بعرف ارجع احطهم سو جيت عم بيشو هو القدحلية. بفتكر هون فوق كان في وحدة هن اكيد بس بلا في وحدة بركي لو بس ما حنعمل ابرة يعني. لا مش ابرة. ايه اوكي مش ابرة. شو لا مش ابرة ما بدي افقد ارجع. مش ابرة مثل الحلقة اذا بتقطعي يعني في وحدة ما تكذب اوكي مش ابرة. هيك قطع قطع؟ اكيد قطع؟ ما بقى توسعي فيه يا بنات. نسيت وين كان عندي حلق ولا ما فرجيتكم ضفيري منيح هولي هن. Let me know اذا حبيتوا اللون. سوري هالفلوج هيك شوي حسيته مثل خبصة بس انه حياتي اوقات بتكون خبصة. anyway اذا حبيتوا الفيديو بليز ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وبشوفكم الاسبوع الجاي. باي. باي ذا واي بركي يكون عندي نيوز جمعة الجاي ان شاء الله ان شاء الله. اوكي باي.